نبلش يلا اكشن اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينا اخبط كاش كاش مع النبهان رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان. احنا معاكم في أجواء سوق شرق هذا المجمع المميز اللي هو من أوائل المجمعات اللي افتتحت في الكويت وتقريبا في سنة 98 سموه سوق شرق نسبة إلى منطقة شرق في أيضا مرسى للسفن واليخوت ومن المولات المميزة اللي تطل على البحر دايركت. روح معاكم وأجواءنا في كاش مع النبهان في سوق شرق. معكم مشاهدينا الكرام في أجواء سوق شرق وبرنامجكم كاش مع النبهان. دائما احنا معاكم في هذا الشهر الفضيل ومعنا هالعائلة. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. العافية. الله يسلمك. جو المرة ما شاء الله الولد سرون حق العيد ولا؟ اي والله. الله يعينك. الله يعينك. عاد احنا شنو هنا بنوازن لك العملية. نعطي المدام تفضلي عديهم اختياري كم؟ 100 دينار. لا تشترين فوق ال 100. اوكي. زين. الحين يا طويل العمر تختار من هالبطاقات تختار بس خلاص عارفين نظامنا كل سؤال ما تجاوبونه راح نسحب كم 20 دينار السؤال الاخير ب 40 دينار جوائزنا مقدمه من التسيم ومطعم ايطالي سفريات الركن اليماني سكاي لطب الاسنان وسراي للعطور وبيضون اوكي السؤال الاول يقول اين يصب نهر السين سامعين في نهر السين أين يصب نهر السين؟ في البحر المتوسط ولا بحر المانش ولا بحر القلزم؟ بحر المتوسط. بحر المتوسط. أكيد. 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 حلو. أعطينا 20. يلا راح. بحر المانش. قاعد أقحص فيها أنا. لا يلا ما عليه. السؤال الثاني. ماذا يسمى الغلاف الخارجي للعين؟ شنو يسمونه؟ القرنية ولا الملتحمة ولا البؤبؤ؟ قرنية. مرة ثانية ماذا يسمى الغلاف الخارجي للعين؟ القرنية الملتحمة ولا البؤبؤ؟ خلهم العيال جاوب. ها الملتحمة. ها الملتحمة صح. 20 دينار. زين سؤال مبروك عليك الكاش الثالث. الحين ما في اختيارات. يلا لازم تساعد نفسك. يلا. بنفسك. بماذا لقب السلطان سليمان الاول؟ الله يسهل ونسمعها كثيرا كثيرا. سلطان الاول. لا سليمان الاول شنو لقبوه؟ وين مسلسلات تركيه ما طالعين؟ سلطان الاول. عطنا اختيارات. اثنين. ما في اختيارات. واحد. ما في اختيارات. السلطان الأول شنو؟ سليمان. السلطان سليمان سموه سليمان كذا. يلا سهلة. سليمان. إيه شيرها. الأول سليمان. واحد. ثماني. لا اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. سليمان القانوني. ما سمعتي سليمان. يلا. السؤال الثالث الأخير. 40 دينار. يلا. ما في اختيارات. من هو الشاعر الملقب بالملك الظليل؟ أشهر شاعر بالعالم.
يلا ها قريب يلا واحد اثنين الحين اعطيناها اجابه اجابه لك انت يلا ثلاثه متنبي اربعه خمسه احمد شوقي لا شوقي لا ولا صوب المتنبي يلا اخر اجابه ها خمسه سته عشرة يا رجل سهلة والله ما أعطينا 40 امرؤ القيس تعرف من القيس يلا ما عليه ما خلصنا ما خلصنا ما خلصنا عندنا بعد أيضا هالجوائز تختارون إن شاء الله مو خسرانين معنا يلا تفضل اختار جائزتك من سكاي لطب الأسنان هذه جائزة من سكاي وهذه جائزة ثانية من سراي حق مدام هذه سراي للعطور وهذا حق هذا حلو حق الحلو اللي هنا الله يحفظه لكم ان شاء الله كل رحام عنا نطلع فاصل ورد مع النبان نطلع فاصل ورد مع النبان الفاصل مع النبان عدنا بعد الفاصل مع النبان مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان واجواءنا في هذا الشهر الفضيل ومعنا الخوات مساك الله بالخير مساك الله بالنور كل عام وانت بخير وانت بخير شلون الاجواء في سوق شرق حلو تمام حلوه ها اي والله حلو يلا انزين احنا عارفين نظامنا طبعا 20 دينار حق كل سؤال ما تجاوبونه مسكي عديهم 20 40 60 80 100 خلاص 100 اختاره أربع بطاقات اختار واحدة بس هذه واحدة السؤال يقول أوكي السؤال الأول ما هي أطول سورة في القرآن الكريم ما هي أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة البقرة صح 20 دينار لا طالعين 20 دينار هذه أول مبروك عليك إجابة صحيحة أوكي. السؤال الثاني ما هي عاصمة الكاميرون يا وندا يا وندي أو برايا أو برازافيل يلا ها الأخيرة برازافيل برازافيل أكيد أكيد إن شاء الله يلا 20 دينار يا وندي اللي أغلط فيها يعني هي الصح قاعدة أعيدها يلا ما عليه السؤال الثالث ما في اختيارات اوكي لكم بالكره الكره هي. لا طبعا ارباويه ولا قدساويه لا هذا ولا هذا كلش وانت اي قدساويه يلا شيء اصفر كم مره حصل البرازيل على كاس العالم البرازيل لبسون اصفر كم مره حصلوا البرازيل على كاس العالم ما في اختيارات اجابه سهله ها ها انا بجوجل يلا فوق ها ها لا اخر اجابه يلا سبعه خمسه قولوا خمسه يلا ما عليه ما في اختيارات زين السؤال الاخير 40 دينار يا تطلعون بال 60 يا بس 20 ومعنا جوائز ثانيه لا تحاتون ان شاء الله ماذا كانت تعبد بلقيس ملكه سبا من دون الله سبحانه وتعالى كانت تعبد شيء غير الله سبحانه وتعالى سهل والله سهل شنو يعبدون الأولين قبل بعد يعبدون الأصنام غير الأصنام شيء فوق بالسماء يلا القمر يلا الشمس صح الشمس 40 دينار عليك بالعافية قبل الله مبروك عليك الكاش 40 دينار مبروك يلا هذه جوائزني اختاروا الحين ها هذه اوكي يلا 61 دينار وهذه يا طويلة العمر تذكرة كويت اسطنبول كويت ذهاب وعودة عليكم بألف عافية ما خلصنا وهذا عطر من سراي بعد هدية حقكم وهم ما خلصنا كنافة وعجين الكل رحام عنا يعطيكم العافية كل عام بخير
مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في اجواء سوق شرق وبرنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانتم بخير. يعطيكم العافيه. برنامجنا كاش مع النبهان، عارفه النظام ها؟ عارفه. يلا تفضلي. هذه 100 دينار، اوكي؟ والحين راح نخلي الاخت هني تختار من هالبطاقه، تختاري. ايوه بس بس بس. يلا. الاسئله نوعا ما سهله. مثل ما قلنا كل سؤال راح نسحب منكم 20 دينار اذا ما جاوبتوا لا سمح الله اخر سؤال ب 40 دينار جوائزنا مقدمه من سفريات الركن اليماني ومن سراي للعطور سكاي لطب الاسنان والتسيم ومطعم ايطالي وبيضون. اوكي نبلش. يلا اول سؤال، اين توجد محكمه العدل الدوليه؟ محكمه العدل الدوليه تعرفونها؟ في اختيارات، لندن ولا زيورخ ولا لاهاي؟ لندن في انجلترا ولا زيورخ في سويسرا ولا لاهاي في وين؟ في هولندا. سويسرا. زيورخ اكيد. حلو. 20 دينار هي في لاهاي، محكمه العدل الدوليه في لاهاي في هولندا. يلا ما عليه. السؤال الثاني سؤال سهل، كم عدد الدول التي يمر فيها نهر الدانو؟ 6 دول ولا 8 دول ولا 11 دولة؟ ومين نهر الدانو؟ نهر الدانو. ها 6 8 11 اللي جاوب عند المايك. ها يلا نقول 8 دول. ما في إجابة؟ 6 دول. 6 دول أكيد. حلو 20 دينار. 8 دول. يلا السؤال الثالث، ما هو المرض، لازم الدكتورة تساعدكم، ما هو المرض المسمى بالموت الأسود؟ ما في اختيارات، 20 دينار، يلا. هاي أمي كمان دكتورة، يلا. مين المرض الأسود؟ يلا اسألي ماما، ماما دكتورة؟ يلا اسألي. ها؟ الموت الأسود؟ الموت الأسود. الموت الأسود. طاعون؟ الطاعون صح، 20 دينار، الماما علمتك ولا أنتِ؟ مبروك عليك الكاش. يلا. الطاعون هو المرض الأسود، هذه 20 دينار. السؤال الأخير هي 40 دينار. سؤال سهل 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 لك أنت وأنت برضو يعني، كيف ماتت كليوباترا؟ بالسم. انتحرت بالسم. انتحرت بالسم. ثعبان. أين كانت ثعبان؟ لا خلاص أوكي 40 دينار، هذه 40 دينار. مبروك عليك الكاش. بالعافية. وعندنا جوائز أيضا ما خلصنا، اختاروا من هالجواز ربحتوا 60 دينار، يعني الأسئلة سهلة ما جاوبتوها، الأسئلة الصعبة. يلا سبحان الله اختاري بس أعطينا إياها. أول جائزة دعوة للعشاء من مطعم التسيم والإيطالي، كل الشكر لهم تفضلي. وما خلصنا سراي للعطور، هذه هدية من سراي تفضلي. وأيضا كنافة وعجين، كل الشكر لهم. مبروك عشان تحلوا في رمضان مع الحلو كنافة. يلا مبروك. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا هالعائله الاخ والبنات الحلوين الله يحفظهم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. انت بخير صح. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عارف نظام برنامجنا؟ اي نعم. هذه 100 دينار تفضل. تسلم. الو. وجوائزنا مقدمه من التسيم مطعم ايطالي، من سراي للعطور، من سكاي لطب الاسنان، ومن سفريات الركن اليماني وبيضون. اوكي اختار يا طويل العمر. هذه اوكي بسم الله. السؤال الأول يقول إذا ما جاوبت ترى سمح الله بنسحب منك كم؟ 20. كم قرن عاش المسلمون في الأندلس؟ 3 قرون ولا 8 قرون ولا 12 قرن؟ هو اللي عرفه أنه 800 سنة، يعني 8 قرون صح؟ 8 قرون صح بالضبط. 20 دينار. السؤال الثاني
من أطلق أول منطاد؟ المنطاد هذا تعرفه؟ منو أول، متى أطلق أول مرة؟ مو من، متى أطلق أول منطاد؟ 1783 1809 1783 1809 1783 صح. هذه 40 دينار عليك بالعافية. الله يعافيك. السؤال الثالث مبروك عليك الكل. خيارة سؤال سهل، من هو فاتح القسطنطينية؟ يلا سهل. محمد الفاتح. ها؟ محمد الفاتح. محمد الفاتح صح. محمد الفاتح مبروك عليك الكاش. يلا 40 تاخذ 100 ان شاء الله. شد حيلك. ما معنى كلمة البحتري؟ يلا 40 دينار. لا ما في اختيارات. 40 دينار. اتوقع شيء له علاقة بالنظر يعني، او البصر، عينه او ما يشوف. لا يلا بنساعدك اخر شيء. ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ها خلاص. هو الرجل قصير القامة. ساعدتك. ما عليه ما عليه، ما خلصنا احنا. عندنا هالجائزتين تختار منهم جائزة. تفضل. سكاي لطب الأسنان. سكاي كل الشكر لهم، هذه هدية مقدمة من سكاي. وسراي للعطور أيضا، هذا عطر من سراي. وكنافة وعجين كل الشكر لهم، متواجدين معانا دائما. مبروك. نطلع فاصل ورد مع النبان. نطلع فاصل ورد مع النبان. عدنا بعد الفاصل مع النبان. عدنا بعد الفاصل مع النبان. ظلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم كاش مع النبهان. الجوائز والأسئلة والمعلومات المفيدة من سوق شرق. دائما نقول لكم كاش مع النبهان في رمضان. كل عام وانتم بخير. مع السلامة. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان، بيوديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان، بيوديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة. بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبهان فوزوا، ترى الكل يستاهل. حاضر. والجوائز كاش والغلطان ام ربحان. ربحان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان، بيوديكم من مكان.